تهدف الهيئة العامة للقوى العاملة على تنظيم وتنمية سوق العمل في الكويت باحترافية وتقديم الخدمات بطريقة إبداعية. هذا وتحرص الهيئة على توظيف العمالة الماهرة داخل البلاد بما يساعد في رفع إنتاجية سوق العمل. تنفيذ دولة الكويت أهداف التنمية المستدامة من مختلف الجهات يأتي من خلال مشاركة الجهات والهيئات الحكومية ومنها الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال دعم المشاريع التنموية بالعاملين في القطاع الأهلي. الهيئة العامة للقوى العاملة يعني قبل بداية كورونا أنجزت خطتها الاستراتيجية، وكان من خطتها الاستراتيجية بأنها توظف العمالة الماهرة داخل الكويت. طبعا احنا عندنا في قطاعات، عندنا قطاع التخطيط واعتماد المهارة من ضمن الإدارات اللي تابعة لها إدارة معايير سوق العمل. إدارة معايير سوق العمل هي المعنية في اختبار ويعني وضع المعايير للمهن اللي يعني يطلبها أصحاب العمل. في يعني من خلال العمل قبل كورونا يعني بلشنا في أول تجربة لنا مع جمعية المهندسين، وكانت تجربة ناجحة وثمارها لا زالت يعني نحصدها الآن يعني. وكان النية أن احنا ننسق مع كذا جمعية مهنية بشأن التخصصات اللي يعملون فيها، وكان الهدف أن احنا نغطي أغلب الأنشطة والمهن اللي المطلوبة في سوق العمل. تحرص الهيئة العامة للقوى العاملة على توفير فرص العمل اللائقة والعادلة للجميع وتعزيز نمو عدد العمالة المنتجة للاستفادة منها في المشاريع التنموية. الهيئة هي المسؤولة عن تنظيم شؤون العمالة داخل الكويت وفق القانون اللي قانون إنشاء الهيئة، وما في مشروع في الكويت إلا يعتمد على العمالة، مو بس بالكويت، في العالم كله يعني، وهو مثلث إدارة وعمالة وأسمال. فالعمالة الهيئة لها دور أساسي في تنظيم استخدام واستخدام العمالة داخل الكويت، منها المشاريع الحكومية، لأن أغلب الخطط التنموية قائمة على تنفيذ مشاريع تنموية داخل الكويت. الهيئة تسعى بشكل يعني مستمر لتوفير هذه العمالة لأصحاب العمل، سواء اللي من خلال استخدامها من الخارج أو من استقطابها من الداخل، التحويل الداخلي. واستطعنا أن احنا نخفض عدد العمالة المسجلة على العقود المنتهية، فبالتالي هذه العمالة إما تخرج برا الكويت أو أنها تنتقل إلى عقود حكومية ثانية تعمل ومستمرة في دولة الكويت. وتنطلق الهيئة العامة للقوى العاملة على دفع عجلة التنمية للبلاد من خلال تنظيم واستقرار سوق العمل لخدمة الأهداف التنموية. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.